محمد سيد يوسف سكرتير الوحدة المحلية بقرية أبيوها سابقا. أنا كان لي مشكلة مع رئيس المركز ورئيس القرية بسبب أن أنا أولا محبوب من الناس ومن المواطنين، ثانيا أن أنا حاولت أقاوم على قد ما أقدر الفساد الموجود، فما كانش في طريق غير أنهم يتخلصوا مني. في فساد زي ما بيقولوا في المحليات، وأنا كراجل يعني بتقي ربنا قبل كل حاجة وماشيين بما يرضي الله، فما عجبش الناس وما عجبش القيادات، وفوجئت بين يوم وليلة أن طالع لي قرار استبعاد من عملي بالسكرتارية. حاولت أسأل ليه ما عرفتش من غير أجوبة. تم من أجلك فيه؟ تم من أجلي لمركز المعلومات في مدينة أبو غرداس. هو المفروض ان في مدينه ابو قرداس، ولكن السيد رئيس المركز عشان متعنت وفي الموضوع فيه اضطهاد، ولما حاولت اوصل صوتي للمسؤولين هو زاد اضطهاده، فقال لي لا خليك في ابيوها لحد لما نعوزك في ابو قرداس نبقى نبعت لك. ايه الفساد اللي انت حاولت تكشفه بناء عليه هم؟ الفساد اللي انا حاولت اكشفه في مثلا ساعه ما جت اللحمه، كان المفروض ان اللحمه تتباع للمواطنين الفقراء ب60 جنيه بما فيها هامش الربح وكل حاجة. فوجئت ان السيد رئيس الوحدة والمجموعة اللي معاه واخدين اللحمة وبيبيعوها ب65 جنيه. بلغت السيد رئيس المركز بالواقعة دي، ودي معروفة. تاني حاجة، ساعة ما جه السكر ويتوزع المواطنين، كل ما تيجي السكر تتحاش كميات لناس معينة مجاملات ولرئيس الوحدة، وأنا برضو أبديت اعتراض على كده. في مثلا مزادات بتتعمل، طب المزادات دي وضعها إيه وأولها إيه وآخرها إيه؟ يعني لما أجيب واحد بلدياتي أقول إنه هو تاجر خشب وأديله الأخشاب اللي موجودة في المخازن عندي، طب دي يدل على إيه؟ مفيش تاجر وابنه ومش عارف ابن عمه. بالنسبة للفلوس الزيادة اللي كانوا بيضيفوها على ثمن اللحمة مثلا، بتدخل فين؟ بتدخل جيوبهم يا فندم. في حاجات تاني مثلا بتروح وبتسجل ان هي 60 بس بدل 65، بتسجل ب60 وتورد ب60، ولكن الزيادة ان كانت 1000 جنيه او اكتر من 1000 بتتوزع كده بالتراضي بينهم وبين بعض. انت ايه اللي بتحاول تعمله دلوقتي؟ انا بحاول اعمل بتظلم لكل الجهات بما فيها رئاسة الجمهورية. هل يرضي ربنا ان الراجل اللي ماشي بما يرضي الله ما مدش ايده لحد بل بيدفع من جيبه، هل الراجل ده يستغنوا عنه ويخلوا الفاسدين والحرامية؟